بكل خير. مرحبا بكم معنا في ساحة النصر. السيدات والسادة وطابت أوقاتكم بكل خير في هذه الليلة الكبيرة للغاية في ملعب مرسول بارك هنا في ساحة النصر، حيث يترقب الجميع المباراة الأولى للنجم العالمي الكبير من الأماكن حول العالم. النصر في هذه الأمسية الحلم، حراسة مرمى مارسيل تيسراند مع سعد الموسى، وسط الدفاع في وسط الميدان، أول لمسة أول كرة رونالدو أمام تقول كريستيانو رونالدو. وانا اتكلم على عدد كبير من الاول هدف في الديربي. الكره لكريستيانو، ينتظر مسانده سليم، ترك الكره لكريستيانو بيتي الاتفاقي في هذه المباراه. قبل بيتي نحو كريستيانو رونالدو بتسديده لكنها تصطدم. اول كره، اول ضربه، اول تسديده، اول تهديد، أول محاولة، أول انطلاقة، أول مباراة. سافي في وسط الميدان، مادو كاينا رمية جانبية، لن يكون الأمر بسبب الإصابة كونان، ولكن العودة لكريستيانو يحاول تغطية تدخل في اللقطة الماضية. الحكم جي مارتينيز نحو كريستيانو رونالدو، محاولة مرور أمام الزخري، تغطية وتدخل من الدفاع، وبعد ذلك تبعد إلى ركنية. رونالدو كان يطالب بشيء في اللقطة الماضية، ولكن حكم المباراة لا يشير إلى شيء. كانت المطالبة بركلة جزاء من جانب رونالدو أمام مارسيل تيسراند، اللي كان من أماكن عديدة يتابعون أحداث هذه المباراة ويتفاق يغير في أدوار اللاعبين. على رونالدو اللقطة الماضية من جانب غريب تحت نصر خياراته في الدقائق القادمة بحسب ظروف هذه المباراة. جهة اليسار سليهم، تحرك من جانب رونالدو بالرأس، هدف نصراوي لتاليسكا. روعة روعة روعة، العرضية فن، الارتقاء جمال، النهاية رهيبة، التقدم نصراوي. بطولة عربية أو آسيا أو حتى التي لا تنسى يا صاروخي ماديرا. كريستيانو على تنفيذ خطأ بعد 35 دقيقة، هل هي كافية الوصول إلى مرمى الاتفاق وأول أهداف رونالدو؟ رونالدو أمام كرة ثابتة، رونالدو حطها لكنها جاءت عالية، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى اللقطة الأخيرة من جانب كريستيانو. الاتفاق، الكرة اللي كانت من كريستيانو باتجاه عبد الرحمن غريب. سوء التفاهم بين الثنائي في اللقطة الماضية لواحدة من لمحات الفنية الرائعة لرونالدو في هذه الأمسية. الكرة تهاجمي، سعاد هلجامي إلى كريستيانو، يضع الكرة في الشباك، محاولة تعود الوراء إلى عبد. كان الرتم ارتفع شوية. الشوط الأول الذي كان في بارك، كريستيانو رونالدو عودة للوراء، أكثر من كرة أخرى منها ثابتة لرونالدو. رونالدو يحاول البحث عن حلول، كرة على جهة اليسار، مش عارف إذا كان كريستيانو رونالدو. يرمي نحو كريستيانو رونالدو، رونالدو إلى غريب لمصنع النصر. غريب تمريرة الرد إلى رونالدو، كريستيانو تسديدة لكنها بعيدة، وفي الأخير تحولت إلى ركنية. حلوة اللقطة الماضية، رونالدو تسديدة صدمت في الدفاع من جانب كريستيانو. ثاني مرة تهديد كحارس مرمى. فيتينيو عنده 29 سنة، باتجاه رونالدو على جهة اليسار، يلعب كرة عرضية خطيرة. بيتي رواة كبيرة في اللقطة الماضية، مارتينيز بعد لمسة كريستيانو. تمريرة رونالدو لبيتي، مارتينيز باتجاه رونالدو، يصل الكرة رونالدو، ينتظر مساندة أكبر، واحد على واحد يحاول يمر رونالدو، يحافظ على كرته، يبحث عن التمرير إلى بيتي، مارتينيز، تاليسكا تسديدة. الإبعاد أيضا كان جميل من جانب باولو فيكتور مع رد الفعل. الكرة إلى كريستيانو، رونالدو يحاول، رونالدو يحاول، رونالدو أمام أكثر من لاعب، تغطية وتدخل، لا شيء في قرار الحكم، ضاعت اللقطة الأخيرة. رونالدو إلى تاليسكا، كريستيانو تمريرة الرد بجانب أندرسون. تاليسكا حولها لكريستيانو رونالدو للعودة للوراء. الكرة أقرب إذاءة في هذه اللقطة، حاول وصول الكرة لم يلمسها حتى، شوفها مرة أخرى، لا في تلامس، نعم
في تلامس واضح من جانب رونالدو، لكن يعتذر بأنه لم يكن يقصد في اللقطة الماضية. أجمل ما فيها خيبر بتمريرة نحو كريستيانو رونالدو، تمريرة الرد، الخيبر يحاول مع رونالدو داخل منطقة الجزاء، رونالدو يبحث عن المرور، تمويه مر والتسديدة، وكرة خطيرة حلوة كانت من كريستيانو، صاروخ مانيرا كان قريب من هدف أول. رونالدو أمام هذه اللقطة، الفرصة كريستيانو رونالدو في هذه المباراة بعد مصر سعيد بالصدارة بانتصار كريستيانو رونالدو بصفقة مدوية عالمية، يستمتع في الأجواء وفجأة بعيدة كرة الحسن على رونالدو. الحسن كان هذه المباراة رفقة الزميل العزيز عبد العزيز البكر، لكبات الأعزاء في الاستديو بعد فاصل قصير.